يحمل هذه الاسماء ويحمل هذه الشعارات شوطنا السادس حاملا لهذه الاسماء الغوية الرائعة لفئة الجعدان ايضا لاصحاب السمو والشيوخ ومن له الرغبة من ابناء القبائل مباشرة ابدا مع المركز الاول اجد على صدارة الشوط الكهرب خليفة بن حمد بن سليم يقدم الكهرب على المركز الاول المركز الثاني الباز لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رائد المكتوم محمد بن عبد الله بن حميدان الفلاسي من يقدمه ويتابعه بعمليه التدريب والتضمير المركز الثالث هناك الوصول القادم على المركز الثالث شعارك يا خليفة يا بن سالم يا ابو الضبيعة يقدم انطلاقة السهم القادم بكل غوة مقدما انطلاقة السهم المركز الرابع هناك الوصول مع دولار القادم لسمو الشيخ محمد بن مكتوم بن المكتوم عتيج بن علي بن خفيه من يتابعه وايضا يتابعه بعمليه التضمير المركز الخامس هناك الوصول مع وافه نابت بن سلطان برشيد يقدم وافي وضاري قادم راشد بن سعيد بن سليم لكتبي قادم مع وافي وايضا الوصول مع ايضا القادم الهارب سعيد بن مطر بن محمد بن دحروي العامري يقدم لنا الهارب بهذا الانطلاق المميز المركز السابع القادم بكل قوه الشامخ احمد بن سيب الضبيعه تبي يقدم الشامخ ثامن المراكز ياتينا عنتر نابت بن سلطان بن رشيد يقدم لنا عنتر تاسع المراكز القادم الطاير سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم محمد بن عبد الله بن حميدان من يقدمه ويتابعه هذه الاسماء المتقدمة وهذه الشعارات الحاضرة بهذا الشوط الحامل لهذه الاسماء الحامل لهذه الشعارات المميزة والرائعة والجميلة عودتنا إلى المركز الأول إلى بداية هذا الشوط يتقدم الكهرب يتقدم الخليفة بن حمد بن سليم يقدم انطلاقة وتحديات الكهرب على المركز الاول على صداره الشوط المركز الثاني الباز لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم محمد بن عبد الله بن حميدان الفلاش يقدم يقدم لنا ايضا الطاير بهذه اللحظات مقدما هذا الاسم المميز ومقدما هذا الشعار الرائع والجميل مع هذه الاسماء المميزه الجميله المركز الثالث الوصول هناك الوصول بهذه اللحظات المركز الثالث القادم بكل قوه، هناك الدولار لسمو الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد المكتوم عتيج بن علي بن راشد بن ايضا بن خفيه والمركز الرابع ياتينا ويتقدم الهارب لسعيد بن مطر. بن محمد بن دحروي العامري يقدم انطلاقه الهرب بهذه اللحظات والاسامي قاتمه والشعارات حاضره بهذا الشوط خامس المراكز ياتينا الخليفه بن سالم بالضبيع على وايضا شعار سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع الباز والاسامي غادمه والشعارات غادمه بهذا الشوط عودتنا الى المركز الاول والى صداره هذا التحدي المميز غير الدولار غير الدولار الى المركز الاول لسمو الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد المكتوم عتيج بن علي بن أخفية ولا كان الهارب بدأ أيضا بالانطلاق بدأ بالهروب بدأ أيضا بالانطلاق المميز مع اقترابنا للكيلو متر الأخير للكيلو متر الأخير دخلنا في هذه الأجواء الأخيرة دخلنا في أجواء هذه الأسماء القوية المميزة الهارب بدأ بالانطلاق بدأ بالانطلاق إلى الفو والانتصار بقيادة سعيد بن مطر بن محمد بن دحروي العامري ركز يا سعيد يا بن مطر ركز بهذا الشوط المميز مع هذه الاسماء المميزة ولكن بدا بالانطلاق الاخير بدا بالهجوم الاخير الهارب الى الفوز. والى الانتصار الى مرغم الى مرغم السلام الى مرغم السلام هناك يا عم سلام مع هذا الشعار شعارك يا سعيد يا بن مطر يا بن محمد يا بن دحروي العامري يا مالك الهارب الهارب والعصا في الابطان بلا اي ولا تعليمات يحقق الفوز والانتصار مشكور يا سعيد مشكور باسم والتهنية موصولة لك يا مطر يا بن محمد يا بن دحروي داعما لهذا الشعار منتزعا المركز الأول مع الهارب والعصاب الأبطان بلا يتوامر ولا تعليمات سلام يا مرغم سلام ومشكور يا سعيد يا بن مطر يا بن دحروي من تابع مع الفوز والانتصار المركز الثاني لأيضا علي بن سلطان بن رشيد المركز الثالث لسمو الشيخ محمد بن مكتوم برايد المكتوم المركز الرابع اللي وصلنا الشامخ احمد بن سيف بضبيع المركز الرابع الخامس لبن كليب. التوقيت 6 دقائق 24 ثانيه وتوقيت ايضا الهارب لسعيد بن مطر بن دحروي العامري من اتى مع المركز الاول. تهانينا وناموس على هذا الفوز والانتصار وانتزاع المركز الاول.